السلام عليكم الاتحاد الافريقي لكرة القدم يعلن عن قائمة الملاعب التي ستحتضن شان 2023 أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم عن قائمة الملاعب التي ستحتضن فعاليات بطولة افريقيا للمحليين 2023 بالجزائر هذا وسيستقبل المنتخب الوطني المحلي منافسيه في المجموعة الأولى على ملعب براقي بالجزائر العاصمة ملعب 19 ماي عنابة سيستضيف مباريات المجموعة الثانية ملعب الشهيد حملاوي قسنطينة سيستضيف مقابلات المجموعة الثالثة ويحتضن ملعب ميلود هدفي وهران مقابلات المجموعتين الرابعة والخامسة فيما ستلعب مباريات الدور الربع النهائي بملاعب براقي 19 ماي بعنابة حملاوي بقسنطينة وميلود هدفي بوهران أما بالنسبة لمباراتي النصف النهائي فستلعب على ملعبي ميلود هدفي بوهران وملعب براقي على أن تلعب المباراة النهائية بملعب براقي